قد تأهبنا نفسيا وذهنيا لنواجه فريق السنغال بكل حماس. لا شك أن السنغال من أقوى فرق كرة القدم الإفريقية. يذكر البعض أن هناك فرق ذات أسماء لامعة، ولكن الواقع يشير إلى 24 فريقا يتمتعون بفرص متساوية مع اختلاف القطط التي يلعبون بها. لم يدعونا أحد وقد فزنا بشرف المشاركة في البطولة بفضل كفاحنا. هناك من يردد أننا ذقنا الهزيمة 7-0 أمام الجزائر، ولكننا تعلمنا أن كرة القدم لا تعرف الضعف، فالكل قد يواجه الفوز والهزيمة أمام أصغر الفرق. نحن فريق السنغال الذي اكتسب خبرة كبيرة في كأس أفريقيا 2017 وكأس العالم 2018. أما في كأس الأمم الأفريقية 2019 أمامنا الفرصة لنفوز بثقة، ولن نقلل من شأن فريق تنزانيا لأن لاعبيه من أفضل اللاعبين. لا نقلل من شأن فريق تنزانيا لأنه تأهل بمجهوده وأصبح ضمن 24 فريق بعد مباريات عصيبة وصعوده إلى المراكز المتقدمة بمجهود كبير. وكانت ظروف السفر من دولة إلى الأخرى صعبة، وكان الملعب متدنيا في بعض الحالات، ولكن تأهلت الفرق الـ24 بعد كفاح دام عام ونصف.